او شخص وغير كذي كذي سمعنا ان في شراكه ابو سعيد بينك وبين خالد، شراكه فنيه انتاجيه. لا هذه مؤامره. مؤامره شنو؟ ما ادري، حسبي مؤامره، ما في شيء. بس ان شاء الله ان شاء الله بالمستقبل بيكون في شيء بيني وبين خالد ان شاء الله. اكيد ناويين انتم تستغلون بروحكم ولا مستمرين في هذا الجروب؟ والله الاستقلال شوي خطوه بعيده اختي بشيخه، بس هذا ما يمنع ان احنا في فبراير قاعد ننزل كل واحد يسوي له عمل بروحه. يعني ما شاء الله خالد العام سوى مسرحيه مطلوب، وقبلها سوى والله راح عن بالي اسمها، منو سوى مسرحيتين يعني من بطولته، وانا سويت مسرحيه من بطولتي بروحي. ومع هذا بالعيد قاعد يعني نكون ضمن جروب البلام، فهذا تجربه، هذه تاسيس لقدام ان شاء الله. قاعد نشوف شنو الوضع لقدام. والله عزيز وخالد يقدرون يستمرون في مسارح بروحهم، ما يقدرون، الجمهور متقبل مو متقبل، الافكار اللي قاعد نناقشها في المسرحيات اللي تخص خالد او تخصني يتقبلونها الناس ما يتقبلونها، فهي للحين في تجربه.